منذ تاريخ إنشاء هذه القرى لم تشهد أي عمليات إكساء للطرق أو توفير الخدمات. قرى بني زيد الواقعة غرب مدينة بعقوبة أكثر من 10,000 نسمة يسكنون هنا، إلا أن الأرض زراعية وغير مشمولة بالخطة الخدمية للمناطق. يعني كانت مهمولة على مر عقود وبكافة الأنظمة، تعتبر هي من مراكز المدينة، وهنا توجد 3 مدارس، كل مدرسة بها 3 دوامات، وهاي الشوارع كانت مهمولة إلى درجة بالصيف ما أحد يقدر يمشي برجله. وبرعاية من الشيخ خميس الخنجر تم إنهاء المرحلة الثانية من إكساء وتبليط هذه القرى بعد البدء بالمرحلة الأولى قبيل الانتخابات البرلمانية، تنفيذا للوعود التي أطلقها النائب طه المجمعي بتوفير الخدمات للأهالي في هذه القرى. بدينا بالمرحلة الأخيرة بتبليط مناطق قرية بن زيد وقرية خليل صالح وقرية حج ناصر، بقى عندنا ذن شارعين هن الرئيسيات. تم تبليط الشوارع المتبقية قبل الانتخابات، والآن بدأنا بإنجاز العمل الكامل في هذه المناطق، وكل الشكر يرجع والفضل إلى الشيخ خميس الخنجر بمساعدة هذه المناطق. الإدارة المحلية في قضاء بعقوبة ثمنت جهود الشيخ خميس الخنجر بعد إنجاز مشاريع كانت من الصعوبة إدراجها من ضمن خطة الإعمار لعائدية الأرض لملك خاص رغم دخولها ضمن حدود البلدية. هذه القرى هي داخل حدود البلدية، حرمت من التبليط كونها ملك خاص. بالنتيجة شكرنا وتقديرنا للأخ الشيخ خميس الخنجر، هذا الرجل له مواقف مشرفة مع هذه المناطق ومع أهل دياله. هناك شوارع بلطت كثيرة ومحولات نصبت في هذه المناطق، نكرر شكرنا وتقديرنا له، ونحن مدينين له برد الجميل. وشكرنا وتقديرنا للأخ الأستاذ طه المجمعي على متابعته وتواصله مع هذه المناطق. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.